رمضان كريم يجمعنا كل العيلة علينا وعليكم، رمضان سعيد علينا وعليكم. أحكي لك رمضان كريم إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد المسلمين. هاي صار لنا 7 سنين هنا بهالخيم هذه. شو شلون الجو مخبير والخيم ترقص وسياجات ترقص تفلشت على روسنا، منها على مناطقها مفتوحة ردت منها منها ما مفتوحة. وهسه قللوا علينا الوجبه، قللوا علينا الماي هنا بالمخيم، تجي المساعدات يضمونها من عندنا، والله عندنا ولاد يشتغلون. ايه جاي يشتغلون من الصبح راح صايم ما يجي الا يقول الله اكبر، الا يريد يمشي من الصيام ما يقدر. شهر رمضان بيوتنا ومكيشه وصبوغ ومبردات وكهرباء، وين هذه حط المبرده هلا تقوم تصبغ؟ يعني الخيمه مثل البيت اكو فرق. هاي خيمة لايون تقوم تذب نار علينا بالصيف. ايه مبردات لهم لهم من نزلنا هنا مبردات ابد ما انطونا. اي ابد ما انطونا مبردات. واللي ينطونهن ما بهن فايدة. السلعة اللي ينطونها إن ما بها فايدة. والله وضعنا بيوتنا مفلشة. بيوت مفلشة. رواتب ناس كلها من المخيم ما عندها. كثيرين من المخيم ما عنده رواتب، ما عنده العنده راح استقر، والما عنده ظل قاعد هنا بلا المخيم. والشيء غالي وش اسمه؟ والله اللحم الاحمر اكو يمكن 1 3 اشهر 4 اشهر ما يعرف شنو هو. ليش؟ 16 18 هو ما طالع الشغل ولا يروح الشغل ولا يقدر، يروح الشغل 5000 6000 يطلع عنده مريض شاله اخذ المريض وراح. لا الدكتور، الدكتور يطلب منه مليون مليون ونص. زين والناس عايشه بالظلم بالظلم على كل العراق، هذا سولف مو بس علي، على كل العراق عايش. ليش ما ترجعون يعني؟ ما نرجع ماكو بالمثل من ارجع وين اقعد؟ ما اريد فلوس؟ ما تريد تريد مصرف عائلتك؟ انا هنا بالمثل ابني يطلع يجيب لي 2000 3000 دينار مصرف الخيمه، ينطوني سيم كارت 50000 ادبرهن وشيل ننطي الا بالكهرباء. ابو الكهرباء يا اخذ 30 بهذا الشهر من عندنا. زين الامبير 15000. زين ما تقول لي شنو رجعتنا شلون ارجع؟ انت كون مكاني، كل واحد منا العراقيين يكون مكاني يعني. كلها اخي كلها راحت بلشت راحت ما ظلت. اخذوا خلي الدوله تاخذ شو اسمه بناحيه يثرب، تروح تجيب البيوت وتعوضنا. شوفه بعين العنده لا نعطي، والماء عنده بيوته رايحه منتهي حلال ومال وهذا. هسه قعدنا على رقم الصفر صفر. منين اروح ابوك؟ اطلع على من طريق رب العالمين اطلع، هذا عمري وصلت ال60، اطلع من امر الله؟ ما نطلع من امر الله، احنا اسلام والقبر فاتح حلقه الي والك ولا بالدوله او كلها فاتح حلقه القبر لهم مو الواحد ولا للنساء والرجال. زين احنا نعوف ديننا على مود نروح هناك نقعد، لا اقدر اوكل عائلتي خبزه، لا اقدر اوكل شيء، لا اريد. وهو هسه من يدعي جبني ويدعي جريد حديث مثل ما يدعي على الناس الباقيه. هاي الدوله مالتنا غير يدعي علينا، احنا ما عندنا الضعفاء الما عنده، خلي يدقونه محاسبه، يدقونه محاسبه يعرفون الما عنده راتب. لا التالي يدقونه حاسبه يبطونه راتب، ليش عنده راتب؟ يبطونه، ابو المليون ونص ما نزل منه ابو المليون ونص يبطل الفقراء والمساكين. الخزينه ما عندها من ابو المليونين، ابو 14 مليون، ابو 15 مليون، انزل لي 500 واتبعه. اتبعه الفقير هذا المسكين اللي انتهى. قاعد بالخيمه منقسم عليه قاعد حر وبرد شو اسمه هاي الخيمه هاي مرض. هاي مو خيمه، هاي يسمونها قبر. احنا نسميها قبر هذه، خاب عبالكم مو خيمة هذه، هاي قبر. من تحر الدنيا عنده ما ينزل الحر عليك، وما تمرضت الناس هاي مرض علينا، على كل الشباب تمرض مو احنا.
تمرضنا من وراء الخيمه هذه، حر وبرد كله تاخذ البشر. يا تمران التقيت بيك، وهاي المرة التقيت بيك وراتب ما داين قونيا، هاي من قلت لك تويت راتب ثمان قونيا خلاص، لقاء هاي ست اثنين من قلت لك لقاء بعد من قونيا راتب ما تدري ليه يطلع راتب ما تدري، وعربان كهربائية ما عندي، وهاي عربان قوة ادفعها قوة ادفعها وفلوس ماكو، راتب ماكو اللي هي ماكو، هاي صار لي فوق 25 سنة اصوم رمضان كله. وتحدى واحد مثلي لا يقدر يتحمل المسؤوليه مثل ما انا متحملها. اتحمل المسؤوليه قد كلمه رمضان، هاي كم رمضان جسمته والعد الان حتى جاء وليد المدني ابو سامر شافني صايم وقال انا معروف الصوم، والله اكثر واحد من دور الصوم انا مو انا الصوم. هاي اقول ما اتحمل، والله اتحمل لا عقد ولا ما احس بيه. والله اتحمل واحد لا ماكو، انا سويت تغريد طبي ودجيته وهم قالوا لي مالك راتب بعد. هاي قلت لك هاي بعد اقول لك حجوب من هذا، وانا والله هاي حالتي تشوفها قدامك مو قدامك، هاي حالتي تشوفها والله هاي مكونات ناس تبتعد حالها ما عندها لا راتب اندقع وقعد سنة فايده. شلل دماغي عنده واي مساعده والله الا ماكو. انا اشد بالإدارة بالهاي كل شيء ماكو، ما اقدر على العلاج والله ماله العلاج، بس 600 بس 700 ما عندي، يا هذا مريض والله ما عندي يعني اودي للطبيب، الله شاهد ما عندي للطبيب اودي، يلا قادرين على العيشه وهذا هو، وابو لا راتب ولا هم مريض، بيتنا واجع كله فلش، عندي ولا سقط ما عندي احد يشتغل لي، ما يرجعونا متنا مجاعة هنا، شيء غالي، القنية صارت ب 15000، المولد صارت ب 30000 المولد. كلها بفلوس، كلها بفلوس. احنا ما عندي، انا عندي ولد والله العظيم عندي ولد اذا سقط والله العظيم، ورجلي بسكر، وانا عندي فايروز مريضة. اجيس مال طحين صار ب 40، والشغل حيل الشغل حالته يعني تعبانة. لا يفعلوا يرجعونا كل واحد يعوضونا كل واحد 5-6 ملايين ينطونا بيوت ننقشر. صلحوا بيوتنا، رجعونا كهرباء، ادبية، ماكو تعويض، لا والله ينطونا تعويض تعويض. الحكومة العراقية شنو؟ والله شنو الحكومة العراقية؟ والله ما بي فايدة، ما بي فايدة لنا. وش ما سووا لنا؟ شو سووا لنا؟ صار لنا 9 سنين هنا والله العظيم، ما عندي ولد اثنين قدوا حطب من الشغل. هذا حال هذا الله يرضى بهذا اللي سقط. هذا ابو يروح من الصبح ما يجي الليل، هذا عندي زلمه هذا القاضي راسه ابيض، راسه قاعد يقعد بسكر وجعان. والله العظيم يقول بحاله ما يقدر، هذا تو بنجي.
اجي. احنا نازحين من محافظه صلاح الدين ناحيه يثرب نقطن هذا المخيم، مخيم عاشتي في سليمانيه عربد. عيشتنا هنا بالوقت الحالي صعبه، اولا لصعود المواد الغذائيه فيها كل العراق مو بس بالاقليم، وثانيا لصعود الخضروات المخضر بالنسبه للطماطه والخيار. يعني اليوم كيلو طماطه ب 1000 دينار، وهواي عندنا عوائل تعبانه ما تقدر تشتري كيلو طماطه لعائلتها، او بالنسبه للخيار او البتيتة. عندنا هنا اكثر من 500 ارمله ما عندها معين خلاص، يعني عندها اكبر اطفالها عمره 12 سنه ما تقدر على المعيشه، وعيشتها صعبه لان زوجها توفى هنا بالمخيم وما عندها راتب رعايه، فمعيشتها بالنسبه لها صعبه. وتدري هو الساكن بالمخيم عيشته صعبه خلاص. عندنا بعض العوائل زينه، ولكن اكثر العوائل تعبانه بالنسبه للارامل والمطلقات، والعوائل تعبانه، واحنا ما يسمحون بالعوده اكثر من اكثر العوائل ما يسمح لها بالعوده بالوقت الحالي. ليش؟ لان عندنا بعض الاراضي مسدوده، فهنا قلاء الاسواق وصعودها يكون صعوبه على النازح ان يامن المعيشه لعياله. فنطالب من الحكومه المركزيه والحكومه المحليه النظر بعين الرأفه والرحمه الى المخيمات، مخيمات الاقليم. لأن الإقليم وحده ما يقدر أن يوفر العيشة للمخيمات، أي رواتب ما عندنا، أي رواتب هنا بالإقليم. عندنا بعض العوائل تاخذ رواتب الأرملة تاخذ لها 100,000 دينار، وهو كيلو الطماطم 1000 و1000 ونص، شو راح تكمل وهي عندها مثل 7 نفرات؟ هاي ما راح تسوي شيء. فإحنا نطالب الحكومة المركزية يعني بالنظر بعين الرأفة والرحمة إلى المخيمات، بالأخص بهذا الشهر الفضيل شهر رمضان، بأن يدزون مواد غذائية أو أقاثية أو مساعدات إلى المخيمات الموجودة في الإقليم. يعني مو بس مخيمنا، إحنا أكثر من 15 مخيم بالإقليم. لا والله فرق هواية، لا فرق هواية. البيت عنا الخيمة من يكون باردة الشتاء باردة، وبس صيف حر وتعب وحال متبهدلين بالخيم. بس نسوي والله مودنا من الصبح نرجع، بس مع مثل ما يقول العيشه هناك ماكو شغل، ما متوفر امان، ماكو. مواطن من 2014 نازح في الاقليم، نطلب من الحكومه العراقيه والموجودين هناك من الحشد والجهات المعنيه ان ينظرون بعين العطفه والرحمه الى الساتر الترابي الرابط بين عشيره خسرج وعشيره البوحشمه. احنا صار 8 سنوات اراضينا محدوده بيد الجهات المعنيه، فنريد من عندهم يحلون المشكله سلميه ان شاء الله، ونرجع سالمين قانمين الى اراضينا. واحنا كنا ناس فقراء وناس تعبانين، ونريد العوده الى ديارنا. وفي هذا الشهر العظيم، هذا شهر رمضان المبارك، الاسعار غاليه في الاسواق، وقاعدين تحت ظل هذه الخيمه، والخيمه شوي هم يعني الاجواء بدت على صيف وحار، مقبلين على جو حيل حار يعني. ونريد يعني نريد العوده الى ديارنا، واكو عوائل هم ارامل ومطلقه، واكو عوائل فقراء، واكو عوائل ما تساعد يعني يروح للعلوه يشتغل ويطلع عماله في شهر رمضان، ومنهم يعني الا يعني الموظف لا شغلته مرتبه وضعه زين، بس الوضع تعبان يعني مثل يروح يشتغل عماله بس اليمانيه وغير هذا الشيء، يجيب على مود فطور وهاي. جيب الماسك، جيب الماسك منيح على ذاك. جيب الماسك. ها. يا عمار.
ما تحكي لي على الله على الله فوق ما تحكي هاي صار لنا 7 سنين، هاي السنة الثامنة بالمخيمات جوا خيمة. الأوضاع مو زينة والله هنا، فنطالب هسه من الحكومة العراقية أن تساعدنا، تشوف الوضع مالنا، ديارنا المهدمة من قبل العشائر المجاورة. نطالب هسه نازك الأستاذ منصور عويد أن ينظر إلى حالنا، جوا خيمة هسه أتراب والبرد جانا حر، الحر هنا ما ينقهم الحر هنا. نار جهنم هنا تصير بعربد ابد ما ينقحم. ايوه ما عندنا غير عمال احنا هنا، بس عمال. هاي من جيت حد هنا بالعمال صار لي 7 سنين عمال، يعني ما يوم قاعد على مود هالمعيشه. والله الشغل اشتغل بلديه بالشكار، مع معاشها راتب مالها 350 مصرف، يعني حيل، يعني حيل قليل راتبها. تكفي والله ما تكفي. لا والله ما تكفي، يعني من نادي انا ومن انا، يعني انا متزوج، يعني متزوج عندي زوجه، وهاي يعني ما يكفي. هاي زوج هم يعني مصرف عليها، ويعني هاي ما يكفي والله. لا مو بيت حلو يعني تقعد بيه مرتاح، وهاي هاي الخيمه شنو يعني الخيمه حيل ضيقه. هاي شوف شوف عليك شو تراب، هاي شوف شو تراب، باكر جه الصيف اصير قوم دمعيه جهنم. احنا من ناحيه يثرب احنا نازحين مهجرين مضيومين، راحت امالنا وراح حلالنا وراحت بيوتنا وراحت سياراتنا وراحت اغنيمنا وراحت وادمنا، الزلم راحت. وهنا هاي صار لنا 9 سنين احنا هنا،
وخلف الله على اهنانه الاقليم اللي رحبوا بينا وخلونا نسكن هنا. والحمد لله على هالوضع مع رب العالمين ونحمده ونشكره. والله الحجي مضروب جلطه، هذا عندها السكملي الحجيه مضروبه جلطه ونايمين والله بالفراش. والله والبيوت كلها وقعت للقيعان، والله ماكو ان رجعه، يقولون ماكو رجعه. والله يا حجي وهنا الحمد لله عايشين على سيم كارت، عايشين على الولاد يروحون يشتغلون، هذا اللي يندعم وهذا اللي ينضرب وهذا تضرب ستوته تضرب سياره وهذا اللي يقع من فوق العماره، وراحت هاي هالشباب كلها وهاي الماتت ايش قد البشريه. والحمد لله يا يابا مساعدات ماكو، انطانا هذا النية الكراتين، الله هذا يشهد شلون كل تراب شلناهن وذبيناهن بالحاويات، لا انشالن او لا اكلناهن ولا شلناهن وذبيناهن، ما بهم كل معنى. التمنات جايفات، الطحينات الدود يطلع من فوق الكاغد، والوضعيه تعبانه حيل تعبانين. والحمد لله هذا ابني عنده قده وعنده عيال ونسوان اثنين وابوه مضروب جلطه واني وجعانه قده وحال الضيم حالنا، والله عايشين بالضيم. اكو فرق على كنا وكنا قاعدين هناك رمضان، اكو فرق، قاعدين مو عنب مو ببيوتنا مو الحدايق مو الورود مو قاعدين والقنيم والهاش والسيارات والتبليط من قدام البيوت. الحمد لله وهسه انا وين تخشين بهالخيمه، هذا انا هسه قبر عشاء قبر، خش بالخيمه ونطلع بالخيمه، نخش بالخيمه صارت عندنا كابه تمرضنا، الحجي وقع انضرب جلطه، الحجي انضربت جلطه، هوايه امراض هاي مال كورونا. والله عايشين على الله، والله هذا التمنات اللي ينطونا ياهن نقص ما عندكم رواتب يعني. لا والله لا والله عوايل كنا شلوني هاي مخيم كله، والله ما واحد عنده راتب، عايشين على البلديه، عماله يشتغلون يجون هسه صايمين يروحون. هالحجي هذا هالعين تنجع خطيه تو جيه وحرمته هاي مضروبه جلطه وجاعد، جاب له 10,000، جاب هذول ولدها شلات، جاب الحرمته بطل لبنه، جاب يتصفنون يجي الحايط. والله يا يابا تعبانين تعبانين حيل تعبانين. بخير ماري جود Bonnie, Daddy, I'm Bonnie, 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 Bonn
الله.